The first treaty of friendship was signed in 1820, nearly 200 years ago, and remained until replaced by a new one in 1971, on Britain's withdrawal from the Gulf. A unilateral decision, which my father said, "Why? No one asked you to go." ندم عبر عنه حاكم البحرين حمد الخليفة على رحيل الاستعمار البريطاني من البلاد في العام 1971، وهو العام الذي أعلنت فيه البحرين دولة مستقلة. هذا الندم بدأ الحاكم الخليفي، أو كما يحلو للبحرانيين تسميته بالساقط حمد، على تصحيح مسبباته. وقوى الاستعمار العسكرية التي رحلت من منطقة الشرق الأوسط قبل أكثر من 4 عقود، فتح حمد الخليفة أبواب البحرين أمامها على مصراعيها لتعود مرة أخرى، وعبر بوابة القاعدة العسكرية البريطانية التي وضع وزير خارجية بريطانيا ونظيره الخليفي حجر الأساس لإنشائها وبتمويل من العائلة الخليفية. أما الخطوة الأخرى فهي محاكمة وتصفية رموز الاستقلال، وفي مقدمة هؤلاء آية الله الفقيه عيسى أحمد قاسم، الذي خط بيده بنود أول دستور للبلاد بعد استقلالها، وسرعان ما انقلبت عليه العائلة الخليفية ومزقت. هذه العائلة الدخيلة التي تستعين اليوم بأربعة جيوش أجنبية للدفاع عن عرشها المهترئ، ألا وهي الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي، فضلا عن الدرك الأردني وقوات المرتزقة، أسقطت جنسية قاسم، وهي التي اكتسبت جنسية البحرين بقوة السيف، وهي اليوم بصدد محاكمته. إنها محاكمة لاستقلال البلاد وتخلصها من نير الاستعمار، وهي محاكمة لشعب البحرين الذي صوتت الغالبية العظمى من أبنائه لصالح استقلال البلاد، لكن هذه الغالبية ورمزها يدفعون اليوم ثمن ذلك الاستقلال، لأن العائلة الحاكمة التي لا جذور لها على أرض أوال تعلم أن دوام ملكها رهن بدعم أسيادها المستعمرين، لكنها نسيت بأن إرادة الشعوب المقهورة أقوى، وأن للباطل جولة وللحق دولة.